الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي بمدينة كفر الشيخ ويفتتح مصانع الرمال السوداء بالبرولوس. زعماء الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم خيارات وضع حد أقصى لأسعار الغاز. مجلس الاتحاد الروسي يوافق على مرسوم الرئيس بوتين بإعلان الأحكام العرفية في دونباس وخرسون وزابوريجيا. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش ونشر إخبارية تأتيكم من القاهرة مشاهدينا تحية طيبة. والبداية مع الزميلة سمر السهيل. أهلا بك سمر. شكرا لك يا هاجر وأهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي بمدينة كفر الشيخ وذلك عقب افتتاحه مجمع مصانع الرمال السوداء في البرولوس. سيادتك مشرفنا النهارده يا فندم في الطريق الدولي الساحلي اللي بيبدا من بورسعيد وينتهي عند السلوم بطول حوالي 800 كيلو بيمر بست محافظات رئيسيه بورسعيد ودمياط والمنصوره وكفر الشيخ واسكندريه ومطروح ورابط برضه على مواني مهمه جدا اللي هي مينا بورسعيد ومينا دمياط ومينا اسكندريه وكذلك مينا جرجبوب وهو ده الاساس في التطوير يا فندم نتيجه التداول الكبير اللي في المواني فكان لازم ان احنا نطور الطريق ونتيجه لحجم الحركه الكثيف بتاعه النقل الثقيل كان الاتجاه ان احنا نعمل نفصل حركه النقل الثقيل عن الملاكي. وهنكمل يا فندم ان شاء الله الطريق من اسكندريه في اتجاه السلوم عن طريق طريق للشاحنات اللي هو عن طريق محور التعمير وبعدين جنوبا هنمشي جنوبا جنوب مدينه العالمين وجنوب مدينه الضبعه لغايه ما نلحم مع طريق الضبعه ومن طريق الضبعه يا فندم هيبقى جنوبا يوصل لغايه منفذ السلوم. احنا هنا فندم احنا بدانا تطوير فندم من مدينه دمياط لغايه بلطيم، المسافه دي طولها 90 كيلو بالاضافه للمسافه من طريق الزراعي للطريق الصحراوي. احنا بدانا فندم من دمياط لبلطيم هنا بنعمل نفس القطاع العرضي اللي هشرحه لسيادتك حالا دلوقتي. طيب. القديم اللي عدى قبل دمياط يا حسام احنا عملنا الطريق الرئيسي فقط. تمام يا فندم. ولكن رفعنا لسه ما عملناش الخرسانه. عرضنا على سيادتك اخر مره من شهر تقريبا وسيادتك اديت القرار بدانا نشتغل على طول في الخرسانه. القطاع الحالي يا فندم اللي كان موجود عليه الطريق كان عباره عن ثلاث حاره مروريه لكل اتجاه. التطوير بعد التطوير يا فندم هيبقى ثلاث حاره مروريه للملاكي بالاضافه لطريق خرساني شمال وجنوب الطريق للنقل الثقيل. وده الاساس في الـ في الـ في الـ في المشروع بحيث ان احنا نفصل النقل الثقيل هيقلل الحوادث وفي نفس الوقت هيسحب الكثافات العاليه بتاعه الطريق بالاضافه لان الجزيره اللي في النص يا فندم هتبقى جزيره بعرض متغير وليها علاقه مباشره بالمرافق بنحاول نتجنب المرافق قدر الامكان ممكن الجزيره تبقى صغيره ممكن تبقى كبيره حسب المرافق اللي موجوده بنحاول دايما نتلافاها يعني المرافق القديمه كانت على الطبان على طول كان بالظبط كده او سايبه الطريق 2 3 متر بالظبط اوسع الجزيره شويه عشان ما نقلش ما اضطرش بنحاول قدر الامكان ان احنا نتلافاها وده برضو نفس القطاع بالنسبه للكباري برضو نفس الحكايه بنوسع الكباري كلها بنعمل اتجاهين تانيين لكل كوبري بحيث ان احنا برضو حركه النقل ما نضطرش ان احنا ندخلها على طريق على كوبري واحد مع الملاكي فلازم كنا نعمل الكباري ونزوجها ودي القطاعات يا فندم اللي احنا شغالين فيها ده لو طبقه لو رصف اسفلتي عادي 60 سم اساس و5 6 سطحيه وده لو رصف خرساني طبعا هنا واضح ان السمك يمكن عالي هنا شويه وله علاقه بطبيعه التربه كل ما طبيعه التربه بتبقى سيئه وكل ما بنضطر نعمل قطاعات انشائيه ثقيله شويه وطبعا الطريق الرئيسي احنا اشتغلنا بتقنيه الاف دي ار والسي ار كنا عرضناها لسيادتك في اوس والطريق اللي عند سيادتك ده احنا فعلا نفذناه بنفس التقنيتين دول مراحل تنفيذ الخرسانه يا فندم العربيه بتيجي تحط الخرسانه بتاعتها بتطلع من الخلاطه وتحط قدام الفينشر بيطلع من وراها المنتج ده وراه الرصف الخرساني وبعدين بتيجي وراه مكنه المعالجه مكنه المعالجه دي بتعمل حاجتين بترش مواد اضافات عشان تحافظ على الهاردنس بتاع السطح بيبقى بحيث ان هو يبقى قوي وبتمشط السطح عشان يبقى متمشط زي ما اللي سيادتك واقفه عليه كده تمام يا فندم وبعد كده بنقطع البلاطات الماده الكيماويه دي بتحتفظ بالميه داخل الخرسانه تمام كده ده نوع من انواع المعالجه تمام يا فندم
وبعد كده بنقطع البلاطات. بالنسبه اللي كنا عرضنا على سيادتك قبل كده في قوس التدوير طبقات الرصف في نظام الاف دي ار والسي اي ار والستيل جارد وماله الشروخ والمايكرو سيرفيس. انا حاجه عايز اقولها. اتفضل. نيجيرسي ده 1 2 3 4 5 6 7 تمام. طيب الكيلو بيكلفنا كام يا حسام؟ كيلو نيوجيرسي حوالي 600,000 جنيه. كويس. السلاح كويس يعني انا او 500,000 جنيه السلاح من هنا لغايه السلوم يكلفني 600 مليون جنيه. تمام تمام. احنا كام يا حسام؟ 600 مليون جنيه. احنا نفذنا توجيه سيادتك يا فندم. انا النهارده دكتور مصطفى ماشي على طريق زي كده فيه ثلاث حارات بالمستوى ده كده. تمام. حاسبهم اخش على الاسفلت دكتور مصطفى. دي واحد. نمره 2 لو احنا هنعمل المنظومه بتاعتنا بتاعت الاي تي اس هي هتسيطر هتسيطر على هيجي يمين هنحاسب ولا هيجي شمال يعني هياخد حاجه مش في الطريق تضر بالاخرين نفسه. لو انت النهارده جيت قلت لي انا من ضمن الطريق وانا بعمله يا دكتور مصطفى هحط 600 مليون جنيه في المنظومه دي بدل ده عايز الناس النهارده تتفاعل مع القانون. طيب انا النهارده بعمل ده وبيكسر ولا انا غلطان؟ صح. حوادث لا غير وغير لا بيكسر ونرجعه. طب انا النهارده عامل طبعا بشكل يعني مريح. تمام. واخد بال حضرتك. تمام. ومخطط كويس قوي ثم عملت المنظومه بتاعتي بقى اللي ماشي سواء ملاكي او كده مش على قد انه هياخد حاره مش بتاعته. لا انت بتتكلم على سرعات بتتكلم على الاستقرار في الحاره بتاعته كل واحد بيلتزم بيه حاجات كتير في قوانين المرور المنظومه هتعملها. طب ما انا هيكلفني كام؟ 600 مليون جنيه المنظومه؟ لا اكتر. طب كام؟ بس كام يعني كام؟ انا كده كده هعملها. لا انت كده خدت 600 من هنا حطيت عليهم 400 مثلا وحطيتهم في المنظومه وعملتهم في المنظومه وجابت لي حاجات. بس دكتور تمام فن. تمام فن. حاضر فندم. حاضر فندم. مليون جنيه دول يا حاضر فندم يروحوا المنظومه سيادتك اي تي اس. حاضر وتتعاقدوا عليها. حاضر فندم. حاضر حاضر واعملوها فاين قوي لانها بصراحه انا شفتها طبعا مش عافيه ممكن تتخبط بعربيه يعني الحاجات اللي هي اللي ممكن تخليها فيها استقرار يعني. حاضر فندم. ربنا يخليك يا فندم. تحت امر سيادتك يا فندم. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرولوس بمحافظة كفر الشيخ. وقام الرئيس السيسي بجولة تفقدية في أنحاء مجمع المصانع استمع خلالها إلى شرح تفصيلي عن المشروع الذي يعد الأحدث من نوعه على مستوى العالم. كما استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل الكراكة البحرية تحيا مصر والمشاركة في مشروع الرمال السوداء. والكراكة تحيا مصر تعد أول كراكة في العالم تعمل بالطاقة الكهربائية وتزن 550 طنا، كما صممت خصيصا لشركة الرمال السوداء بطاقة إنتاجية تصل إلى 2500 طن رمال سوداء في الساعة، وهي جزء مهم لعملية تكريك الرمال السوداء. وخلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ أكد الرئيس السيسي أن الدولة توفر كل مواد الحماية للعاملين في المصنع وتؤمن البعد البيئي لهم. طيب انتوا لو انتوا شايفين ان احنا محتاجين مواد لارتدائها للعاملين او كده احنا مستعدين نعمل ده يعني نبقى متحوطين اكتر طبعا حارسين اكتر عشان في النهاية ما هو اللي شغال بالشغال يوم ولا شهر ده شغال على طول. صحيح. فاحنا عايزين نبقى مطمنين من الكلام ده لان دول اهلنا طبعا طبعا. عايزين نطمن ان الشغل ده ملوش اي تأثير صحي على الانسان من خلال الاجراءات اللي بتتعمل بالدراسات اللي انتوا عارفينها. تمام. والمعايير المعمول بيها. تمام. وايضا بالاحتياطات اللي احنا ممكن نحققها. تمام. يتبقى شيء عايز اقوله للمشروع دوت. احنا انتظرنا المشروع ده فترة كبيرة قوي لان كنت يعني كنا متابعينه مع الناس اللي شغالة فيه معاكم كلكم خلال الثلاث سنين اللي فاتوا او اكتر عقبال ما ابتدي المعدات تيجي وبتاع خدت اكتر من ثلاث سنين مش كده يا وليد ولا مش كده؟ طيب
انا عايز اقول ايه، انا بتكلم بقى القطاع الخاص وبتكلم حتى للشركات اللي اشتغلت معانا في هذا المجال، شركات محليه زي حسن علام وغيره دكتور مصطفى وكل اللي اشتغل. انا بقول لك دلوقتي انت عرفت المسار مش كده؟ ده مسار انتوا عبال ما عملتوه خدت وقت كتير فيه، وعبال ما يعني المكونات المشروع والطرح والكلام اللي هو بيتعمل ده عشان المعدات دي تيجي، ثم 60% اللي انتوا قلتوا عليهم كمنتجات بتتعمل في مصر والباقي ممكن يتم استيراده من الخارج. كما أكد الرئيس السيسي أن مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء متاح أمام شركات القطاع الخاص، كما أشار سيادته إلى أن طلب السوق العالمية للمعادن المنتجة من الرمال السوداء مرتفع للغاية. دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش تشتغل في الموضوع ده وانت مستريح، دي واحد. نمرة اتنين، طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا، يلبي أي منتج انت هتطلعه، يتبقى جزء في القيمة المضافة اللي طرحت هنا، ده موضوع تاني خالص. يعني في خامات ما لهاش قيمة مضافة أبدا، هي هتتباع خامات كده، وفي خامات طالعة ممكن يتعمل منها شغل في مصر قد يكون هيكلف كتير عشان يطلع، وخبرات كبيرة برضو. كل ده بنقوله عشان البيانات اللي موجودة عندنا دكتور حامد وجهاز الخدمة الوطنية وكل من هو معني بالموضوع دوت، البيانات والمعلومات يا دكتور مصطفى المتاحة للمشروع متاحة للكل، للي عايز يشتغل في هذا الأمر. ليه بقى؟ ده يا وليد أنا بقول إيه؟ قلت السؤال وإجابته، قلت هل الاحتياطات اللي موجودة تكفي إن حضرتك تحط استثمارات لهذا الموضوع؟ طب حجم الطلب العالمي على المنتج اللي طالع موجود؟ يبقى فاضل ايه؟ فاضل ايه يا دكتور مصطفى؟ نعمل المشروع. ما قلتش الدولة بقى، ما قلتش ايه، ما قلتش الدولة، لا بقول تاني للقطاع الخاص حتى للشركات اللي ابتدت تشتغل فيه تخش تتحرك معانا. طب تعمل كم واحد، كم مصنع زي كده او كم مجمع زي كده؟ واحد، اتنين، عشرة؟ انت بتتكلم الكيلو بياخد سنه؟ دكتور حامد مش كده تقريبا الكيلو بياخد سنه؟ نعم. طيب انت بتتكلم في 400 كيلو مش كده يا دكتور مصطفى؟ ده اللي انتوا اتاكدتوا منه صح؟ صحيح. يعني لو فرضا يعني في شركه واحده تقدر تشتغل كده 400 سنه، طب لو 10 شركات مش كده ولا ايه؟ طب يلا أنا بقول كده للشركات تاني عشان في فرصة للموضوع دوت، حتى على ضوء المؤكد دلوقتي احنا في كلام تاني شغالين فيه نشوف هل في فرصة تانية، زي ما قال كده في بحيرة ناصر وبرنيس وحتة تانية، وممكن أو إن احنا كمان يبقى فيها الشغل ده. كما أكد رئيس السيسي أن على الشركات المصرية بكافة تخصصاتها المساهمة في إنشاء مشروعات مماثلة لمجمع مصانع الرمال السوداء التي تدر عوائد كبيرة للدولة. فأنا عايز أقول إيه لكل الشركات المصرية حتى لو ما كانتش معنية بالموضوع، الثورة المعدنية مش لازم يعني شركات، يعني أي شركة من شركات التطوير العقاري الكبيرة أو المقاولات الكبيرة، الرقم اللي بنتكلم فيه مش كبير، لكن في النهاية ده مشروع بيدار بشكل يعني بعائد طيب جدا جدا، يزيد عن 20-25% وليد ولا؟ بعائد فندم بالتصدير 100 مليون دولار وبيوفر استيراد ب 50 مليون دولار. طيب احنا بنتكلم على عائد، لأن أي حد في القطاع الخاص هيبقى بيفكر في العائد بتاعه يعني، فبنقول له خلي بالك ده ليه عوائد كويسة قوي، ولو احنا قدرنا نعمل الصناعات القيمة المضافة ليه ده موضوع تاني خالص. طب انا بقول كده ليه؟ بقول للقطاع الخاص شكل مجموعات متوافقة مع بعضها، انتوا اصدقاء وبتشتغلوا مع بعض، فكروا ان انتوا تقولوا طب هنعمل كيان نحط فيه مثلا 25-30 مليار جنيه
بتدفقات ماليه المشروع ده ممكن يخلص في سنتين، مش كده يا وليد ولا ايه؟ تمام دلوقتي سنتين خلاص، دراسات جاهزه دلوقتي. لا انا اقصد اقول حتى المسار اللي احنا مشينا فيه خد مننا وقت، لكن هم مش هياخد وقت تاني. مش كده؟ مش اتحاد الدراسات تاني. طيب فانا بقول في سنتين، يبقى انا النهارده لو قلت في 20 25 30 مليار جنيه من القطاع الخاص شغال في الموضوع ده بتدفقات ماليه خلال سنتين، هيكون عندنا مصنعين 3-4 اكتر، وزي ما انتم شايفين الفرصه كده. بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان احنا ما عندناش وقت او فرصه نضيعها نقول ايه طب ماشي بقى ان شاء الله نبقى نفكر. لا ما فيش نفكر الحاجه، الحمد لله رب العالمين. وانا بكلمكم انا مش اول مره اسمع الموضوع دلوقتي، صحيح، واول مره تشوفونا واحنا بنفتتحه النهارده، لكن لا ده الموضوع متابع بدقه شديده، ويعني عشان دي فلوس بنحطها وعندنا امل انها تجيب لنا حاجه. ده جنب ده جنب ده جنب ده، توم البلد يا دكتور مصطفى تطلع ايه؟ تطلع لقدام. اول مره نقدم على خطوه في هذا المجال في مصر، نشغل ناس، بنجيب عوائد بالعمله الحره كويسه، بنوفر فلوس احنا كنا بنشتري بيها منتجات زي كده، هنبقى احنا بنطلعها من عندنا وبتتباع جوه السوق في مصر يعني. ولو احنا قدرنا نعمل الصناعات القيمه المضافه ليه، ده موضوع تاني خالص. وضعت مصر استراتيجية هادفة للاستفادة من الثروات الطبيعية لاستغلال الثروة المنسية المتمثلة في الرمال السوداء. وتملك مصر احتياطيا ضخما من تلك الرمال على مساحة تصل إلى 425 كيلومتر. بقول للقطاع الخاص شكل مجموعات متوافقة مع بعضها، خشوا لوحدكم هنساعد معاكم، عايزين تخشوا بشراكة مفيش مشكلة، بس عشان نقدر نعمل أكتر من مجمع من المجمعات اللي احنا بنتكلم فيها دي. دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش تشتغل في الموضوع ده وانت مستريح قوي. طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا، يلبي أي منتج انت هتطلعه، وفي خامات طالعة ممكن يتعمل منها شغل في مصر. ونواجه عناية السادة المشاهدين لانطلاق قناة أكسترا لايف في بثها التجريبي، وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها، وفي مقدمتها قمة المناخ. ونشير إلى أن تردد قناة أكسترا لايف هو 12092 فيرتيكال. تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظات الوادي الجديد في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. وخلال الاجتماع شهد مدبولي استعراض خطة الإحلال والتجديد التي قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد خلال العام المالي الماضي، هذا إضافة إلى مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها بالوادي الجديد ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 يوم الأحد المقبل بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. وأعلن مجلس الوزراء أن المؤتمر يمثل منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء المشاركين في جلسات المؤتمر، بهدف صياغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصري. كما تم الإعلان عن عقد جلسات مائدة مستديرة بمشاركة الحكومة والمفكرين والخبراء وممثلي الأحزاب السياسية لضمان تعزيز قنوات التواصل والتفاعل. وأوضح مجلس الوزراء اللجنة الفنية قامت حتى الآن بتلقي وفحص ما يزيد على 300 مقترح
اقتصادي متميز وتصنيف تلك المقترحات بحسب الجهات المعنية، وأنه جاري التواصل مع أصحابها من قبل اللجنة المعنية من الفنيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية المختلفة بهدف بلورة تلك الأفكار والاستفادة منها في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية. نظمت وزارة الداخلية دورتين تدريبيتين لمسؤولي إنفاذ القانون وطلبت وطالبات كلية الشرطة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومع السفارة الإسبانية بالقاهرة في إطار صقل مهارات العنصر البشري في كافة مجالات العمل الأمني. نظمت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين لمسؤولي إنفاذ القانون وطلبت وطالبات كلية الشرطة في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالتنسيق مع خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة. A las entidades que han colaborado con nosotros, que me hayan permitido participar en estas jornadas como experto y mostrarle mi experiencia a los futuros policías que van a salir de esta academia. Reitero mi agradecimiento al gobierno de Egipto y espero que... تناول برنامج الدورتين عددا من المحاور في مقدمتها التعرف على جرائم العنف ضد المرأة والإطار القانوني للتصدي لهذه النوعية من الجرائم وفقا للأطر والمعايير الدولية، وكذا كيفية التعامل مع الضحايا والشهود. Pretendemos que estas jornadas sean fundamentalmente interactivas con un componente práctico muy marcado, de modo que los alumnos, los participantes puedan de verdad contribuir con casos prácticos, podamos debatir, discutir circunstancias concretas que se van a dar en nuestra vida policial operativa. Y por tanto, el marco teórico va a existir, necesariamente tenemos que dar una referencia teórica, pero fundamentalmente el objetivo es debatir casos concretos y favorecer el debate y la discusión con los alumnos. Deseo que sean unas jornadas fructíferas donde todos podamos aprender, aprendamos unos de otros, podamos aportar nuestros conocimientos de cómo trabajamos en España y también nos llevemos a España conocimientos y aprendizaje de cómo se trabaja este tipo de delitos a nivel policial en Egipto. Agradecer al Ministerio del Interior de Egipto, a ECID y a UNDOC por habernos invitado, por haber contado con España, con el Ministerio del Interior, con Guardia Civil y con Policía Nacional para participar en este taller de formación de violencia sobre las mujeres y niñas. وتضمنت الدورتان عقد ورش عمل حول مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وشهدت تبادل للخبرات، كما تم استعراض جهود قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة. Vale, y terminaremos con la realización de unos casos prácticos donde podamos ver el desarrollo que nosotros le daríamos particularmente a estos supuestos y al mismo tiempo observar cuál sería el desarrollo que la Policía Nacional de Egipto llevaría en el mismo supuesto para comprobar cuáles son las diferencias y similitudes en este tipo de investigaciones y cómo podemos enriquecernos ambos de conocer estos procedimientos. Vale, y por último, agradecer que se haya solicitado nuestra participación en estas jornadas, puesto que aparte del enriquecimiento profesional que va a suponer, supone también un enriquecimiento personal, puesto la historia y cultura del Cairo y de Egipto es conocida mundialmente y es un placer poder participar de conocer esta cultura. Doy las gracias a todos los organizadores por facilitar este espacio para compartir y mejorar experiencias. هذه الدورات تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على الاستفادة من الخبرات الأمنية الدولية في إصقال مهارات العنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية، لا سيما المعنيون بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة.
وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 506 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 272 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 34 طنا، بينما تم ضبط قرابة 25 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم ضبط 113 طنا في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 716 قضية، من بينها 152 قضية خبز ناقص الوزن و 140 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، بينما تم ضبط في مجال قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير 17 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 313 طنا. واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بإطلاقه العديد من المبادرات تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم. كما أطلق التحالف أول قافلة شاملة بمحافظة سوهاج والتي تأتي تحت شعار ستر وعافية، وذلك بقرية أولاد عليو بمركز البلينة بمحافظة سوهاج. يأتي ذلك بمشاركة عدد من كيانات التحالف الوطني وأعضائه. تضم القافلة العديد من التخصصات المختلفة لتشمل بداخلها القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية وكذا توزيع المستلزمات الدراسية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا فضلا عن قوافل توعوية. يأتي ذلك بشكل مجاني بالكامل للمواطنين. يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعا اليوم وغدا مجموعة من الخيارات لوضع حد أقصى لأسعار الغاز التي انقسموا بشأنها منذ أسابيع، وانتهت الاجتماعات التحضيرية للقمة في بروكسل إلى مسودة قرار سيتم طرحه على القادة الأوروبيين، تضمنت تبني سياسة الشراء الجماعي لاحتياجات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز المستورد من الأسواق العالمية واتباع سياسة جماعية أوروبية عند المفاوضة على شرائه مع حلول فصل الشتاء، وبما يؤمن احتياجات دول التكتل من الطاقة. يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في بروكسل رئيسي وزراء إسبانيا والبرتغال للبحث في قضايا على صلة بالترابط في مجال الطاقة قبيل قمة أوروبا. هذا وتعارض باريس المشروع الإسباني الجديد لخط أنابيب الغاز للربط بين فرنسا وإسبانيا، لكنها على استعداد لمناقشة أوجه الترابط الكهربائي واستراتيجية غاز الهيدروجين وفق ما أوضحت الرئاسة الفرنسية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قرر ضخ 15 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي في ديسمبر المقبل، وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة لإعادة تعبئة الاحتياطي الفيدرالي الاستراتيجي من النفط، أعلن بايدن السعي لتخفيض أسعار البنزين في البلاد، كما دعا إلى زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وطلب بايدن الكونغرس بتسريع الموافقة على كل ما يزيد من إنتاج الطاقة النظيفة
كل أنواعها. بسبب عدوان بوتين على أوكرانيا سعر النفط والوقود ارتفع بشكل كبير، وأنا قلت إن الوقود كان قد انخفض ب30%، وبعد ذلك ارتفع، ولكن الآن أسعار الوقود تواصل الانخفاض كل أسبوع، وبعد 27 سنتا الأسبوع الماضي أصبح الوقود أقل ب16 سنتا، وفي العشرة أيام الأخيرة كان هناك انخفاض، لكن هذا الانخفاض ليس كافيا. الأسر تعاني، وأنا آتي من أسرة كانت تنتبه لأسعار الوقود وتتضرر بارتفاع الأسعار. عندما ترتفع أسعار الوقود فإن النفقات الأخرى تتقلص، ولذلك سأبذل قصارى جهدي لتخفيض سعر الوقود منذ أن قرر بوتين غزو أوكرانيا وتسبب في هذه الارتفاعات. وأنا ركزت على كيفية حماية الأسر الأمريكية من هذه الغلاءات، واليوم أنا أعلن 3 خطوات، وذلك من أجل خفض أسعار الوقود. أولا، وزارة الطاقة ستسحب 15 مليون برميل نفط من احتياطياتنا الاستراتيجية، وذلك في شهر ديسمبر. قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي، بينما لم تشهد مخزونات البنزين ونواتج التقطير تغيرا يذكر. هذا وتراجعت مخزونات الخام 1,700,000 برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر إلى 437,400,000 برميل، بينما انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 114,000 برميل على مدى الأسبوع إلى 209,400,000 برميل. هذا وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 1,420,000 برميل يوميا. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية في أوكرانيا، مستهدفة شبكة اتهمتها واشنطن بشراء تقنيات عسكرية وأخرى مزدوجة الاستخدامات من شركات أمريكية وتوريدها لمستخدمين روس. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على مواطن روسي اتهمته بأنه وكيل لمشتريات واثنتين من شركاته. وأضافت الوزارة أن العقوبات وقيود الصادرات التي فرضها الحلفاء جعلت روسيا تواجه صعوبات متزايدة في تأمين مدخلات الإنتاج والتقنيات اللازمة لعملياتها العسكرية. وافق مجلس الاتحاد الروسي في جلسة عامة على مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تطبيق الأحكام العرفية في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوريجيا وخرسون. يأتي قرار مجلس الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الروسي تطبيقا للمادة 102 من الدستور الروسي التي تنص على أن يفرض الرئيس الأحكام العرفية على الأراضي الروسية أو مناطقه الفردية في حالة الاعتداء على روسيا الاتحادية أو في حالة التهديد الفوري بالعدوان، مع إخطار مجلس الاتحاد ومجلس الدوما بذلك على الفور، بينما يتم إدخال الأحكام العرفية بموجب مرسوم رئاسي يتم تقديمه على الفور إلى مجلس الاتحاد للموافقة عليه.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ترأسه اجتماع مجلس الأمن الروسي عبر الفيديو كونفرنس منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية. كما أكد أن أوكرانيا تقف وراء العملية الإرهابية في جسر القرم وترفض التفاوض وتواصل قصف الأراضي الروسية. نحن نعمل لحل مسائل معقدة وكبيرة لضمان مستقبل روسيا وحماية سكانها، وكل من هو الآن على الجبهة يحصل على التدريب في مراكز التدريب، ويجب أن يحصل على هذا الدعم. ونحن نعلم أن دولتنا بضخامتها لديها شعب موحد وبكافة فئاته من مهندسين واقتصاديين وغيرهم، يعملون جميعا على حل كافة المسائل المرتبطة بالكتلة الدفاعية وبالدفاع. والآن يجب أن نكون جاهزين على كافة المستويات في الحكومة، وخاصة المسؤولية الكبرى تقع على عاتق رؤساء الأقاليم وقادة المؤسسات، ونحن مستعدون لاتخاذ القرارات سريعا. يجب دائما أن نكون على اتصال مع السكان ومع الشركات، وسوف نعمل بوتيرة عالية وبشكل مستقر، وسوف نقوم بالتنسيق وبربط الأمور مع أو الأمور الأساسية، وهذا أمر ضروري. ندد مستشار للرئيس الأوكراني بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحكام العرفية في 4 مناطق تحتلها بلاده في أوكرانيا، ووصف الأمر بأنه تشريع عبثي لنهب ممتلكات الأوكرانيين. هذا وكتب المستشار ميخائيل غودولياك على تويتر أنه لا يمكن النظر لتطبيق الأحكام العرفية على أراض تسيطر عليها روسيا إلا على أنه تشريع عبثي لنهب ممتلكات الأوكرانيين. كما أضاف أن هذا لن يغير شيئا بالنسبة لأوكرانيا ومحاولة تحرير أراضيها. أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن ممثلي السلطات الفيدرالية والإقليمية سيعملون معا لتلبية احتياجات القوات المسلحة، بما في ذلك من خلال زيادة المرونة في الصناعة. وأشار ميشوستين إلى أن الرئيس الروسي أصدر في اجتماع مجلس الأمن الروسي تعليمات مهمة تهدف في المقام الأول إلى زيادة حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها، وحددت تدابير إضافية لتعزيز القدرة الدفاعية. أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن نحو 5 ملايين من سكان المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو موجودون حاليا في روسيا. وبحسب وكالات الأنباء الروسية، فإن باتروشيف أكد عقب اجتماع مجلس الأمن الروسي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، أكد أن هؤلاء الأشخاص سيحظون باهتمام خاص ومتواصل، وأنه مع التحسن التدريجي للظروف الأمنية في تلك المناطق ستوفر روسيا مساعدة تامة لعودتهم إلى أماكن سكنهم الدائم من دون أن يوضح موعد حصول ذلك. وحذر باتروشيف أوروبا من أن عقوبتها على روسيا ستؤدي إلى أزمات في العالم تدفع بموجات جديدة من الهجرة إلى القارة العجوز. التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف بوزير الخارجية اليوناني نيكوس دينديس ومفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينار تشيتش. وخلال اللقاء وجه زيلينسكي الشكر لليونان على موقفها في دعم محاولة أوكرانيا الناجحة للحصول على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي. كما منح زيلينسكي وسام الاستحقاق للمسؤول الأوروبي لإسهامه الشخصي في دعم أوكرانيا. أعلن مكتب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أنه ألغى زيارة كانت مقررة إلى كييف اليوم الخميس لأسباب أمنية. وقال مسؤول في مكتبه إن السلطات الأمنية في ألمانيا ووزارة الخارجية
نصحت شتاينماير بعدم الذهاب، لكنه سيتم تحديد موعد جديد للزيارة قريبا. قال الجيش الأوكراني إن قواته الجوية شنت 10 ضربات على مواقع القوات الروسية وأصابت 6 مناطق ذخيرة ومجموعات عتاد عسكرية، بالإضافة إلى 4 مواقع لأنظمة دفاع جوي. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مواقع القوات الأوكرانية على طول خط التماس، ووصلت هجومها للبنى التحتية والمناطق السكنية المدنية. ذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية لسراس أن وزير النقل السابق جرانت شابس عين وزيرا للداخلية. ويعد شابس أحد مؤيدي منافس تراس السابق على زعامة حزب المحافظين في بريطانيا ريشي سوناك، كما تمت إقالته من منصب وزير النقل بمجرد وصول تراس لمنصب رئيس الوزراء. قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان إنها استقالت بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي في انتهاك تقني لقواعد الحكومة. وأضافت الوزيرة المستقيلة في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس أنها قدمت استقالتها من منطلق تحملها لمسؤولية الخطأ الذي ارتكبته، لكنها أشارت كذلك إلى أن لديها مخاوف جدية إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة. قال المتحدث السياسي باسم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إنها ستكون على رأس الحكومة عند عرض الخطة المالية يوم 31 أكتوبر، وإنها ليس لديها خطط للاستقالة. في غضون ذلك قدم أحد النواب من حزب المحافظين الحاكم طلبا للبرلمان لسحب الثقة من رئيسة الوزراء ليز تراس. أعلنت رئيس وزراء بريطانيا ليز تراس أنها نجحت في وضع سقف لفواتير الطاقة، وخلال كلمة لها أمام جلسة مجلس العموم البريطاني قالت تراس إنها تقوم بما فيه مصلحة للبلاد، كما أكدت التزامها بالمعاشات التقاعدية. وأعلنت تراس أيضا أن لندن ستقدم المساعدة بشكل دائم للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع البريطاني. أرجئ اجتماع ألماني فرنسي كان مقررا عقده الأسبوع المقبل بعدما اعتبرت برلين أن إيجاد قواسم مشتركة في عدد من الملفات يتطلب مزيدا من الوقت. هذا وأقر المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس بوجود قضايا مختلفة تعمل الدولتان على معالجتها في الوقت الراهن، مؤكدا أنه لم يتم التوصل بعد إلى موقف موحد حيالها. كما أشار إلى أن شولتس سيجري مباحثات ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والتي ستبدأ الخميس. وافقت هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي على الترخيص للقاحين مضادين لكوفيد 19 مخصصين للأطفال من عمر 6 أشهر فما فوق من إنتاج شركتي فايزر وموديرنا، مع تزايد المخاوف من موجة عدوى جديدة خلال الشتاء. كما وافقت وكالة الدواء الأوروبية على لقاح منفصل من موديرنا مخصص لسلالتي من BA5 وBA4 المتحورة أوميكرون. وأوصت لجنة الدواء البشرية في الوكالة باستخدام لقاح كوميرناتي فايزر للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، ولقاح سبايك فاكس وموديرنا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع أكثر من 300 متحور لفيروس أوميكرون، وأكدت المنظمة أن متحورات فيروس كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عامة وتثير قلقا دوليا. كما أضافت المنظمة أن لجنة الطوارئ بشأن كوفيد-19 اجتمعت لمناقشة الوضع العالمي، حيث شددت على الحاجة إلى تعزيز المراقبة وتسهيل الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات لمن هم أكثر عرضة للخطر، ولجميع البلدان بهدف تحديث خطط التأهب والاستجابة الوطنية الخاصة بها. قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستعلق مؤقتا نظام التطعيم القياسي ضد الكوليرا والمكون من جرعتين، وستكتفي بجرعة واحدة بسبب نقص اللقاحات وتزايد الإصابات حول العالم. وأشارت المنظمة إلى أن القرار الاستثنائي يعكس الوضع الخطير لمخزونات لقاحات الكوليرا. وذكرت المنظمة أن استراتيجية الجرعة الواحدة أثبتت فعاليتها في السيطرة على بؤر تفشي الكوليرا، غير أن مدة الحماية تكون محدودة ويبدو أنها أقل بكثير لدى الأطفال. قالت وكالة الفضاء الأوروبية أنها تعتزم إطلاق أول صاروخ من طراز أريان 6، وهو الجيل الجديد من صواريخها الفضائية، في الربع الرابع من عام 2023. وفي السابق قالت الوكالة التي تضم في عضويتها 22 دولة إنها أرجأت الإطلاق الأول للصاروخ من عام 2022 إلى عام 2023 دون الخوض في التفاصيل. أعلنت الفلبين أن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة دافاو ديل سور جنوبي البلاد، وشعر به السكان في المناطق القريبة. هذا ولم يتم بعد تسجيل وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية. نوجه عناية السادة المشاهدين لانطلاق قناة أكسترا لايف في بثها التجريبي، وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لجميع الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها، وفي مقدمتها قمة المناخ. ونشير كذلك إلى أن تردد قناة أكسترا لايف هو 12092 رأسي. أما الآن مشاهدينا الكرام فإلى وقفة مع أخبار الرياضة. فاز فريق الزمالك على نظيره سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. مدافع سموحة شريف رضا سجل الهدف الأول للزمالك بالخطأ في مرمى في الدقيقة 79 بعد تسديدة قوية من تشيكابالا، ثم أضاف اللاعب البنيني سامسون الهدف الثاني في الدقيقة 94. بهذه النتيجة احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف المتصدر سيراميكا بفارق الأهداف. فاز فريق الأهلي على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد في مباراة أقيمت باستاد برج العرب ضمن لقاءات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز. سجل اللاعب شادي حسين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73، بينما فاز اللاعب أكرم توفيق بجائزة أفضل لاعب بالمباراة.
تعادل فريق بيراميدز مع إنبي 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيتروسبورت في الجولة الأولى من الدوري الممتاز. افتتح بيراميدز التسجيل بأقدام مصطفى فتحي في الدقيقة 20، ثم تعادل إنبي في الدقيقة 57 عن طريق رفيق كابو، وبهذه النتيجة يتقاسم بيراميدز وإنبي نقاط المباراة، ويحصد كل منهما نقطة واحدة في أولى مبارياتهما بالدوري الممتاز. تختتم اليوم منافسات الجولة الافتتاحية للموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره غزل المحلة في 3 عصرا، بينما يلعب حرس الحدود أمام ضيفه فيوتشر في 5 مساء على ملعب المكسة، كما يستضيف فريق الداخلية نظيره طلائع الجيش في 7 مساء. والآن وقفة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة. وختام هذه الجولة، ولكن هذه تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي بمدينة كفر الشيخ ويفتتح مصانع الرمال السوداء بالبرولوس. زعماء الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم خيارات وضع حد أقصى لأسعار الغاز. ومجلس الاتحاد الروسي يوافق على مرسوم الرئيس بوتين بإعلان الأحكام العرفية في دونباس وخيرسون وزابوريجيا. ختاما مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. قدم هذه الجولة الإخبارية لحضراتكم الزميلة هاجر سليمان، وهذه تحياتي لحضراتكم، أنا سمر الزهيري، إلى اللقاء.